هل قرأت هذه الصحيفة يا سيدي؟ نعم. أقصد هذه التعليمات التي أصدرها المحافظ. هي كما تقولين مجرد تعليمات، ومن حقه إصدار ما يراه في صالح البلاد، بل في صالح مستعمري هذه البلاد. نحن نعود القهقرة يا سيدي، نعود لزمن الاستعمار الأول. هل حدث لهما مبروك؟ أنا والدتهما يا سيدي. مبروك أيها السادة. الآن يمكنني القول أنكم أقمتم جسرا اقتصاديا قويا بينكم وبين أكبر مجموعة شركات دولية لها وزنها في هذا العالم. لقد أقيم لجميع العمال سكن خاص قرب المنجل. تقصد معسكر للعمل؟ أية ريح عاتية تلك التي اقتلعتنا من جذور هذه الأرض؟ لا يا أمه، لا تقولي هذا، إنها آلام المخاض فقط.